السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة. الفنانة المتميزة سلمى رشيد كتواجه واحد المشكلة عبر منصة خاصية مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، فخليكم معايا من الاول ديال الفيديو حتى الاخير وغتعرفوا شنو هو المشكل. لاول مره معنا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يوصلوا اي جديد. خلي معك واحد لايك واحد كومنتير، فالتفاعل ديالكم هو اللي كيخلي القناه تزيد القدام، هو اللي كيخلي اليوتيوب يقترح الفيديو ديالنا على ناس وحدين اخرين. فنشرات سلمى رشيد تاني مرة كنزل الفيديو في تيك توك بالقفطان المغربي، وكي وقفوا لي الفيديو على أساس في انتهاك للتعليمات. شنو الانتهاكات اللي في الفيديو بالضبط؟ الفيديو يعبر عن جزء من ثقافتنا المغربية الجميلة من لباس وتراث وفخامة مغربية إلى آخره. في الأول شكيت، يمكن الأغنية اللي حطيت بها الفيديو ورجعت حذفته ونزلت من جديد مع أغنية من الأغاني اللي متاحة على منصة تيك توك وكيطلع لي نفس المشكل. يا ترى ما هو السبب؟ وكان سيادنا دو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى اللي عنده شي تفسير يحطوا لنا في الكومنتير. السلام عليكم، على أمل تلقى بكم في فيديو جديد. تحياتي للجميع.